رد البيت الأبيض على إعلان الرئيس الكبير والكسر أن التطبيع بين البلدين لن يكون ممكنا في حال عدم إعادة واشنطن خليج غوانتانامو إلى سيادة هافانا. وفي وقت وصف فيه كسر القاعدة الأمريكية في غوانتانامو بالاحتلال غير القانونية، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن بلاده لا تزال غير متوافقة مع رئيس الكبير والكسر فيما يتعلق بالعديد من القضايا بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان. وأضاف قائلا: من الواضح أن هناك مجموعة واسعة من الخلافات بين الولايات المتحدة وكوبا، وأكثر مباشرة بين قيم حكومة الولايات المتحدة والحكومة الكوبية والقيم التي غالبا ما تفشل في وضعها في أطر قانونية. لدينا العديد من الهواجس المتعلقة بالطريقة التي يعامل بها نظام كسر المعارضين السياسيين والطريقة التي يعاملون بها الأفراد الذين يحاولون التعبير عن آرائهم بحرية. هذا وقد عرض 8 أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الخميس مشروع قانون يهدف لرفع القيود على سفر المواطنين الأمريكيين إلى كوبا. تأتي هذه التطورات بعد إعلان البلدين عن بدء حقبة جديدة بينهما، واتفقا على توثيق العلاقات الدبلوماسية بعد أكثر من نصف قرن من الحصار الاقتصادي الأمريكي للجزيرة الشيوعية.